أهلا بكم من جديد. لطالما شهدت إيران في السنوات السابقة احتجاجات ومظاهرات عمت مدنها وشوارعها، تعاملت مع السلطات الإيرانية كانت قادرة على إخمادها، لكن يبدو أن ما يحدث الآن أنه مختلف تماما عن المظاهرات السابقة، لا سيما أنه بدأ يحمل ملامح جديدة سواء كان بشأن طبيعة التحرك أو مطالبات المحتجين. فما القصة؟ لليوم 13 على التوالي تتسع رقعة المظاهرات في مدن إيرانية عدة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، وسط انتشار لشرطة مكافحة الشغب في الساحات الرئيسية بطهران لمواجهة المحتجين. اللافت في الأمر هذه المرة أن الاحتجاجات هي الكبرى منذ عام 2019 وحملت الكثير من المفارقات مقارنة بمظاهرات سابقة، إذ بدأت تأخذ طابعا دوليا وضعها على خريطة المشهد الدولي بعد أن استدعت بعض الدول السفير الإيراني لديها للاحتجاج على قمع التظاهرات في إيران والتي أودت حتى الآن بحياة العشرات. كما طالبت اليوم أمم المتحدة إيران بالامتناع عن استخدام القوة غير اللازمة بحق المتظاهرين. بداية القصة كانت مع خروج المتظاهرين لسبب اجتماعي احتجاجا على قتل شرطة الأخلاق لمهسا أميني بعدما اعتقلتها لعدم ارتدائها الحجاب بالطريقة المفروضة في البلاد. أما الحكومة في إيران فتحاول تصوير المشهد الداخلي على أنه مؤامرة خارجية، وتقول إن سبب الاضطرابات الجارية في البلاد هم المعارضون الإيرانيون الأكراد المسلحون في كردستان العراق الحدودية. وسرعان ما اتخذ الحرس الثوري الإيراني من ذلك ذريعة يستهدف مقار لأحزاب كردية معارضة في العراق، وأطلق 73 صاروخا باليستيا وعشرات الطائرات المسيرة على 43 نقطة في كردستان العراق بحسب قيادي في الحرس الثوري. ليس هذا فحسب، فإيران أيضا تلقي باللائمة على من تسميهم عادة بأعداء الثورة في إشارة للغرب، فيما اتهمت الولايات المتحدة إيران بشن هجمات خارج حدودها لصرف النظر عن مطالب شعبها، وأكدت واشنطن أنها ستواصل فرض العقوبات لعرقلة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة. الموقف الأمريكي لم يقتصر على التنديد والاتهامات، فالقيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أسقطت مسيرة إيرانية كانت في طريقها إلى كردستان العراق، وقالت إنها شكلت خطرا على القوات الأمريكية. منذ سنوات وإيران تشهد مظاهرات اعتراضية كانت دوما السلطات تتعامل معها بالعنف، لكن الاحتجاجات الأخيرة كان لها واقع خاص حيث انطلقت من دواع تتعلق بحقوق المرأة وليست بسبب حادث أو قرار سياسي. حدث فتح ملف حقوق الإنسان في إيران على مصراعيه، فأقدمت بعض الفتيات على قص شعرهن أمام الكاميرات، كما التقطن مقاطع لهن وهن يتعرضن لصور المرشد الإيراني. إلى ذلك طرحت المظاهرات التي بدأت بين الشابة أمينة وشرطة الأخلاق دور تلك الجهة الأمنية وكيفية تعاملها مع بعض الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان. مظاهرات راحت تتمدد، فسارعت إيران لوقف خدمة الإنترنت لإحكام سيطرتها على ما يجري في البلاد، وبالتالي حاولت التكتم على ما يحصل في الداخل لعدم الوصول لمرحلة تدويل الأزمة. القرار الإيراني لم يمنع تمدد الاحتجاجات التي وصلت إلى مدينة قم حيث مركز القرار الديني في البلاد، ونشرت وكالة تسنيم حوالي 20 صورة لمتظاهرين بينهم نساء في شوارع عدة بالمدينة. كما برز في سياق استمرار المظاهرات حملات التضامن من قبل المشاهير المحتجين، حيث أثار لاعب كرة القدم الدولي الإيراني السابق علي كريمي الجدل بسبب تغريداته التي دعا فيها إلى توسيع الاحتجاجات وحث فيها المحتجين على الوحدة. ومنذ أن اندلعت المظاهرات في إيران بدأت القضية تأخذ طابعا دوليا مع قرارات إيرانية وخارجية، الأمر الذي وضع الاحتجاجات على خارطة المشهد الدولي. إلى قضية رأي عام دولي تحولت سريعا المظاهرات الإيرانية بعد القمع الذي قامت به سلطات طهران، فالأمم المتحدة أعربت عن قلقها حيال رد قوات الأمن العنيف على المحتجين على وفاة الشابة مهسا أميني. سريعا كان للولايات المتحدة موقف واضح، فأعلنت أنها ستخفف القيود المفروضة على الإنترنت في إيران ردا على حملة قمع الاحتجاجات. القرار الأمريكي لم يقف عند هذا الحد،
بل ذهب لفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم العنف بحق المتظاهرين. وفي أول رد فعل لها، استدعت الخارجية الإيرانية سفيري بريطانيا والنرويج لديها احتجاجا على ما أسمته التدخل بشؤونها الداخلية ودعم المتظاهرين. عادت إيران وصعدت بوجه المجتمع الدولي، حيث خرج وزير خارجيتها ووجه أصابع الاتهام للولايات المتحدة بدعم من وصفهم بمثير الشغب. وفي ظل استمرار قمع المتظاهرين، استدعت الحكومة الألمانية سفير إيران في برلين لإجراء مباحثات بشأن الاحتجاجات وكيفية تعامل السلطات معها. بعدها بأيام أقدمت إسبانيا على القرار نفسه وقامت باستدعاء السفير الإيراني للاحتجاج على القمع المستمر للمظاهرات في إيران وانتهاك حقوق النساء. نفتح هذا الملف وأرحب بضيوفي من واشنطن عبر سكايب، السيد أراش صالح وهو ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في الولايات المتحدة. من طهران أيضا هذا سيد مختار حداد الكاتب والباحث السياسي، أهلا بكما معنا. طبعا من الواضح اليوم أن السؤال العريض الذي يسأل هو، وخصوصا بعدما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية وتحدثت بأن ما تحاول اليوم النظام في إيران أن يقوم به هو إبعاد النظر وإشغال العالم بشأنه الداخلي بحقوق التي يطالب بها الشارع الإيراني بضرب كردستان العراق على أساس أنه يضرب مقار للمسلحين الأكراد الإيرانيين هناك. أولا أريد تعليقك سيد أراش صالح على ما جرى من هذا الاستهداف واتهام المباشر للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الموجود طبعا في العراق بأنه يمول وينظم ويحرض، وأنه باختصار يقف وراء كل ما يجري في إيران الآن، طبعا يعني في غمز أو في دلالة إلى أن الشابة أصلا هي من أصول كردية إيرانية. أولا شكرا لكم على الاستضافة. أنا أعتقد وأنا أظن وكما أشرتم إليه سابقا فإن الاحتجاجات في إيران قد جذبت الكثير من الاهتمام دوليا، فإن الحكومة الإيرانية قد ارتكبت هذه الجريمة وانتهكت شرعية الدولة العراقية وقد قصفت المخيمات للاجئين والمقار بخطوة غير مبررة، الهجوم على المعارضة الكردية في هذه المنطقة بغية صرف النظر المجتمع الدولي عما يحدث في إيران عن هذه الاحتجاجات التي لا تزال مستمرة داخل إيران، فإنهم أيضا يريدون ببساطة القول تغيير السرادية ويحاولون تقديم ذلك كسرادية مناهضة للأكراد للقضية الكردية في إيران، وأيضا يهددون جزءا من المجتمع الإيراني قائلين إنهم يواجهون عدوا في الداخل، وفي حال انضموا إلى هذه الاحتجاجات نحن سوف نستمر في قمعكم ويجب أن تتوقعوا المزيد من الاتهاد. هذه هي السرادية السائدة لدى السلطات الإيرانية. فلذلك أنا باعتقادي أن هذا الهجوم غير مبرر ولم يتم التحريض له، بما أن الحكومة قد لجأت هذا الهجوم بغية صرف النظر المجتمع العالمي عما يحدث داخل الشوارع الإيرانية وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع الإيراني، فإنهم يبحثون عن تبرير للمزيد من القمع. ولكن سيد صالح، غير السردية، إيران تقول إن لديها ما يكفي من الدلائل بأن هناك تورط للمسلحين، لهم علاقة بالحزب الكردي، لهم علاقة ب يعني تنظيمات وحتى خطط موضوعة سابقا. وأنت تعرف إيران هي عدو لكل، يعني تعتبر نفسها عدو للغرب، تعتبر نفسها مستهدفة من الولايات المتحدة، تعتبر نفسها مستهدفة من كثير من الأنظمة من حولها. فكيف يمكن اليوم غير فكرة السردية، غير فكرة اللعبة الإعلامية ولا السياسية ولا السبينينج أو لفت النظر، كيف يمكن لحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن يؤكد أن ليس له علاقة بما يجري؟
نعم، هذا سؤال وجيه. ببساطة القول انظر إلى الأوضاع حاليا، إن الحكومة الإيرانية لها سجل لتوجيه أسابيع الاتهام إلى الأطراف الأخرى بسبب المشاكل الداخلية، فإنهم كانوا يفعلون ذلك خلال سنوات ماضية. فإن مهما ما كان يحدث في إيران، إنهم يتهمون المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والأطراف الإقليمية الأخرى، وفي بعض الأحيان أيضا العناصر الكردية والمعارضة الكردية. إذا انظروا إلى انتشار رقعة المظاهرات، أكثر من 80 مدينة إيرانية تشارك في هذه الموجة التظاهرية. وفيما يتعلق بهذا الحزب الديمقراطي، في حال كان هناك تورط فهذا يجب أن يحل اللغز المشاركة. فكما يبدو فإن كل المدن الإيرانية الآن تحظى بالشعبيه أو تؤيد هذا الحزب الكردي الذي في الحقيقة له نفوذ وحضور محلي محدود. فلذلك نحن نعتبر هذه الاتهامات المزورة غير مبررة وبعيدة عن الصحة. لذلك نحن لدينا حضور ونفوذ في مناطق محدودة من إيران، ولكن فيما يتعلق بالمدن بطهران هناك مختلف المطالب خلال الاحتجاجات التي تحمل طابعا مختلفا عن مطالب الحزب الديمقراطي لكردستان إيران. فلذلك هناك كثرة الآراء خلال هذه المظاهرات. فإن حزبنا لا أحد من هذه المنظمات المعارضة لا علاقة لها مع هذه الاحتجاجات. من الصحيح أن لدينا مقار، فإن لدينا حضورا في كردستان إيران، ولكن انظر إلى الأوضاع، هذه الموجة عارمة، فإن الجميع قد أرهقوا وتعبوا من هذا النظام. نعم. فلذلك لا يمكن قبول المزيد من هذه الاضطهادات. انظروا إلى الشوارع، هناك أناس لا يتبعون القواعد والقوانين لأنهم تعبوا من هذا النظام المتزمت. فلذلك هناك الكثير من النساء اللائي إلى يخلعن حجبهن خلال هذه المظاهرات. طيب، أذهب إليك سيد مختار حداد. سيد مختار حداد، يعني الموضوع بعتقد جاهز حتى الأسئلة اليوم التي والأفكار التي طرحها ضيفنا من واشنطن تخطر ببال الكثيرين. يعني ما هو هذا الحزب العظيم، هذا حزب الديمقراطي كردستاني الإيراني عظيم الشأن والتأثير، الذي يستطيع أن يجعل 80 مدينة في إيران تستجيب لطلباته ولا تنظيمه كمظاهرات، وأيضا أن هذه المظاهرات بالنتيجة واضح هي مظاهرات مطلبية، مظاهرات حقوق إنسان، مظاهرات حقوق نساء، مظاهرات شباب. اليوم أكثر من 80% من الشعب الإيراني هو شباب، 60% من النساء الذين من الطلاب في جامعاتهم نساء. واضح أنهم يريدون تغيير هذه العلبة أو هذا السقف المحجورين فيه في من ضمن، يعني إن كانت شرطة الأخلاق أو غيرها. فلماذا تلقي إيران باللائمة على الخارج؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني عندما نتحدث عن هذا الحزب يجب أن نعود إلى التاريخ. يعني أنا أدعوكم إلى زيارة المناطق الكردية في إيران، أو يعني تلتقوا مع أبناء الشعب الإيراني وترون ما هو دور هذا الحزب وحزب كوميلا والمجازر الذي قاموا بها طوال هذه السنوات. يعني نحن نتذكر أيام بعد انتصار الثورة التي كانت هي ثورة حديثة، هؤلاء قاموا بهجمة كبيرة في محافظة كردستان من أجل فصل المحافظة والقيام بعمليات انفصالية، وقاموا بمجازر كبرى. يعني أذكر ضيفكم الكريم، أو يعني هو ما قال تحدث به عن المجازر في مدينة باوا، الهجوم على المستشفيات، ذبح النساء، ذبح الأطفال، المجزرة الشهيرة في مدينة نقدة الذي قام بها حزب الديمقراطي الكردستاني، وهو حزب يعني حزب كان يقوم بعمليات إرهابية ومستمر هذه العمليات. أنا آسفة عندما ذبح عائلة كاملة أخرج جنين. أرجو
إيه لا أنا آسفة والله، لأنه عن جد عندي 4 دقائق أريد بالفعل أن تجاوبني على النقطة. لا يجب اليوم اسمحوا لي، لا اسمحوا لي، يجب أن أوضح يعني عن هذا أنا الحزب. أنا بدي إياك توضح، بس خليني بس نتفى يعني قليلا أركز نعم الحوار. يعني أنتم نحن الآن لا نريد أن نحاكم هذا الحزب. أنا سؤالي اليوم ما علاقة، كيف يمكن لهذا الحزب وسميه ما شئت يعني وضعه، ضع له أي خلفية إجرامية وغيره، هذا يعني رأيك، ما علاقته اليوم بهذه المظاهرات التي بدأت بسبب سيدة شابة قتلت داخل الاحتجاز الإيراني؟ نعم يعني هذا ليس رأيي موضوع هذا الحزب. أولا اسمحوا لي أتحدث، لأنه سمحت لضيفكم يتحدث ويقول ويريد ويتحدث بما يشاء، ولكن يعني هذا الحزب له خلفية إجرامية، وهو يعني يتوهم بأنه هناك الشعب الإيراني يقف خلفه. لا يعني أولا يعني أبين شيء عن هذه المظاهرات. يعني اليوم أنا كنت في شوارع طهران ولم يحدث شيئا، يعني لقد خفت أو حتى ممكن أن نقول انتهت المظاهرات. يعني المظاهرات أو الاعتراضات التابعة للشعب الإيراني، هذا موضوع يخص الشعب الإيراني، يعني الشعب الإيراني يعترض، ممكن تحصل مظاهرات مثل أي دولة في العالم، ولكن أن يكون هناك أشخاص يتم اعتقالهم، يهاجمون قوات الشرطة، يحملون أسلحة، وكما تعرفون الكثير من القتلى كان من قوات الشرطة وقوات التعبة، وعندما تم اعتقال أشخاص كان بعضهم ينتمي إلى هذه الجماعة، وأصلا لا علاقة للمواطنين العاديين بمثل هذه العمليات الإرهابية الإجرامية، وبين من يقوم بمثل هذه العمليات مثل هذه المجموعات الذي لديها خلفية إجرامية تستطيع تقوم بمثل هذه العمليات. وهذا لا يدل بأنه الشعب الإيراني يقف إلى جانب هذا الحزب الإرهابي الانفصالي الذي أمثال هذا الحزب والجماعات التي موجودة مثل هذا الحزب وموجودة للأسف داخل إقليم كردستان العراق، تستهدف أمن إيران، تستهدف أمن تركيا، تستهدف أمن سوريا، تنتهك سيادة هذه الدول من أجل إيجاد نزعة انفصالية وتستخدم يعني أدوات كالعمليات الإرهابية، الفتنة المذهبية، ويعني طيب سيد مختار، أنت فصلت بين يعني هذا الحزب على هذا الحزب نظرا أيوة لهذا الدور الإجرامي خلال هذه الأيام. طيب أنت فصلت بين هذا الحزب وأنت قلت ما يحدث من مظاهرات هو شأن إيراني داخلي، تحدث في أي مكان ما شأن العالم فيه. طبعا السؤال هنا يسأل، ماذا يفعل أو تفعل الحكومة الإيرانية في معالجة هذا الشأن الداخلي؟ يعني هل هناك اعتراف بأنه في مشكلة داخلية اليوم؟ كيف هو علاجها غير قصف كردستان العراق؟ نعم يعني إذا تم قصف كردستان العراق، يعني للأسف إقليم كردستان يعني يقوم باستضافة هذه الجماعات، ونظرا لدور هذه الجماعات بإجراءات إرهابية خلال هذه المظاهرات أو أعمال تخريبية، يعني إيران قامت بالرد. يعني هناك الآن كذلك تركيا تقصف البيكيكي داخل إقليم كردستان العراق نظرا لدور هذه الجماعة في العمليات الإرهابية بالنسبة أو ضد يعني مصالح تركيا. أما بالجانب الآخر أو بالنسبة للاعتراضات في إيران، يعني أنا أشير إلى نقطة، هذا لا يجب أن نعممه على جميع أبناء الشعب الإيراني، لأنه هناك عامة مظاهرات أنا طيب. رجل إعلامي، عندما الآن أتحدث معكم أنا كنت أو مريت في بعض الساحات أو الشوارع التي كانت قبل أيام فيها مظاهرات، ولكن الآن لا يوجد هناك شيء. هناك ناس يأتوا يبدو وجهة نظرهم، تحدث أحداث أحيانا، ولكن من يقوم بالتخريب ليس مواطنين عاديين، يعني يهاجمون مؤسسات يهاجمون قوات شرطة، ويبدو أن هناك تصريح سيد مختار الآن للرئيس الإيراني، هذه أخبار عاجلة أريد فعلا أن أشارككم فيها قبل أن أختم هذه الفقرة. الرئيس الإيراني يقول لا أحد يجب أن يخاف من التعبير عن آرائه، ويقول أطباء شرعيون سيقدمون تقريرا عن وفاة مهسا أميني في الأيام المقبلة. إذن هذه تصريحات ومن الرئيس الإيراني، وقال بأنه يجب أن تكون السلطات مستعدة لسماع الآراء.